متابعي قناة شوف تيفي اهلا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مدينة تطوان. بعدما فجرت شوف تيفي فضيحة من العيار الثقيل امس بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء فيما يخص موضوع الكلينيكات او المصحات الخاصة، عاجل ومباشرة من تطوان بعد فضيحة مافيا المصحات الخاصة، جمعية حقوقية تدخل على الخط والقضية كبرت وسخنت المحامي حج يكشف قانونية الشك اللي تياخذوه تجار الموت من المواطنين كضمانة. طبعا امس متابعينا قناة شوف تيفي فجرت ملف من العيار الثقيل ديال هذه المصحات الخاصة او الكلينيك. للاسف الناس كتموت في زمن كورونا، مصحات خاصه كتطالب مبالغ ماليه. سابقا كانت وزاره الصحه دارت الرقم الاخضر للمواطنين سنه 2019 تطالبهم ان اي مؤسسه او مصحه عفوا خاصه طلبت تسبيق او ضمانه يتصل بالرقم الاخضر. الان خرجت بعض المصحات للاسف اللي هي مصحات الموت على المستوى الوطني الدار البيضاء كما فجرنا امس كتطالب التسبيق وليس الضمانه. هنا استضفنا الاستاذ حبيب حجي اللي هو رئيس جمعيه الدفاع عن حقوق الانسان بمدينه تطوان متسبعينا اللي تسليط هذا الضوء. اولا اشكركم شوف تيفي على هذا التقرير الذي اش غنقول الذي يؤكد تبني جمعيه الدفاع عن حقوق الانسان لشعار تاسيس في 2001. حنايا تاسسنا بناء على واحد الشعار مفاده ان التمتع بالحق في الصحه مدخل للتمتع بباقي الحقوق. حنا ما عندناش الصحه ما عندنا ما نديرو لا ببرلمان ولا بحكومه ولا بجمعيات ولا باحزاب ولا بتا شي حاجه. فالمدخل ديال الحق في الصحة والحياة هو المدخل باش نتمتعوا بباقي الحقوق. لذلك فهذا الموضوع هذا ديال مصحات الموت اللي هما للأسف أنه ولاو بعض تجار الإنسانية وتجار الصحة كيستثمروا في هذا المجال عندما تخلت الدولة عن قطاع الصحة وخلته لهاد الأشخاص الذين لا يهمهم سوى الربح. اذا هذا الموضوع حنايا اللي فجرته الان شوف تيفي وماشي فقط غير في الدار البيضاء، راه كاين على الصعيد الوطني، كاين على الصعيد الوطني وماشي غير هذا العام، ماشي غير بمناسبه انتشار فيروس كورونا، لا كان دائما يتم ابتزاز المواطنين والمرضى ودائما يتم الضغط على المواطنين من اجل ان يسلمهم شيكات على سبيل الضمان، واحيانا يتم تسليم شيكات على بياض لكي يتم ملؤه من طرف هذه المصحات على هواها، ويتم احتساب اشياء غير موجوده ولم تقدم نهائيا لا على مستوى الاكل ولا على مستوى السرير ولا على مستوى يعني الادويه ولا على مستوى الآلات والتجهيزات. راه احيانا تيديروا شي تجهيزات ما تنعرفوهاش فين درت الله اعلم. لذلك ف تخلي الدوله على المواطن المغربي في صحته راه غادي يخرجوا له هاد الناس غادي يتكرفصوا عليهم بحال هذا الشكل هذا. وبالتالي فحتى الدوله الا كانت واحد الوقت دارت اودي اتصلوا بنا فقط باش انها تفعل الفصل المتعلق بالشك على سبيل الضمان، على سبيل الضمان هو غير كافي، لان هناك مليون طريقه لابتزاز. واحد عنده باه تيموت او مو او خاه راه يقول لك كتب مليار، غادي يكتب مليار في الشيك يعطي على على يعني على بياض، لانه في موضعين ديال خرق الحق في التطبيب، خرق الحق في الحياه وفي العلاج. انا بغيت نعالج العزيز عليا والقريب عليا، ولكن الاخر ما عنده علاقه بهذا الحق في الصحه، ما عنده علاقه بالفصل 31 من الدستور. الفصل 31 من الدستور اللي تيحمي الحق في الصحه، وان الدوله سوف تجند جميع الامكانيات اللي عندها من اجل ان يتوصل هذا المواطن المغربي بحقه في الصحه والتطبيب والعلاج وحتى الامور الاخرى المتعلقه بلاميتيال كاينه كاينه في 31 من الدستور. وبالتالي فلا الدوله تطبق الدستور ولا هذه المصحات تطبق الدستور، رغم انه حنا سمعنا في الفيديو ديال كورونا انه واحد التنظيم وطني ديال هذه المصحات كيقولوا حنا مساعدين نعطيو المصحات ديالنا
الدوله باش انها حنا اكثر من الصين، اكثر من داك المستشفى ديال اللي تبنى في الصين في 7 ايام، حنايا في ظرف يومين ولا 3 ايام غادي نغطيو ما عرف شحال من الف، الا ان الواقع يقول غير ذلك. هذيك جرائم كتتقبل المساحات ديال تسلم شيك على سبيل الضمان، تسلك شيك على بياض، راه هنا كاين خيانة شيك على بياض، جرائم كذلك، كاين الابتزاز يعاقب عليه، وهنا كاين استغلال ظروف ديال الجائحة، استغلال ظروف خاصة كتشدد العقوبة، كاين الجريمة ديال عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر. أين هي الإنسانية اللي عند الأطباء؟ كتي مستثمر كاع أنت ماشي طبيب، كتي مستثمر في مجال الصحة، خصك يكون عندك واحد الحس إنساني بعدا، لأنك باغي تستثمر في علاج المواطنين، ماشي باش تراكم الأموال واللي بغى يموت يموت. إذا أنا قبل ما نحمل المسؤولية لهذ المصحات اللي خص النيابة العامة تدخل بصرامة، خص النيابة العامة تدخل بصرامة، وخص السيد الوكيل السيد الرئيس النيابة العامة اللي هو دائما تيغطي جميع الفجوات ديال الخروقات ديال القانون الجنائي، أنه يدير مراسلة خاصة، هذه المرة مراسلة خاصة لحماية الحق في الحياة والحق في الصحة. أنه دابا وحنا سمعنا كذلك في غوشت أن جلالة الملك راه طلق البرنامج ديال استفادة جميع المواطنين المغاربة من لا ميتيال، بمعنى أنه الآن خص الإجراءات تبقى تنفذ. حنا دولة وكاينة مؤسسات، خص العقاب ديال هذه المصحات هذه، ما يمكنش أننا نتفقوا معاهم. إذا جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان زرات بلاغ، زرات بلاغ ديالها عندها الموقف ديالها، وراه غادي يبقاو الناس يقراوه من الآن، بل أن الجمعية ديالنا مستعدة لتكليف محامين باش أنهم يرفعوا دعاوي، وديجا عندنا دعاوي مدنية على استرجاع ما أخذ بدون حق، عندنا مثال رفعها قيادي في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وأنا كمحامي ديالو كذلك رئيس الجمعية راني قيدتها بلا ما نذكر السمية ديال هذا المستشفى والمدينة التي حاليا الخبرة اللي دارت الحسابية رضتنا فلوسنا على الخبرة، باقي ما تحكمش الملف، ولكن راه الأمور هي غادية لمواجهة هذا النوع من الابتزاز. درنا شكاية الوكيل الملك بالابتزاز والضغط وإلى آخره، ولكن الوكيل الملك حفظه التجأنا إلى المسطرة المسؤولية، إلى المسطرة المدنية ديال استرجاع ما أخذ بدون حق عبر خبرة حسابية. إذا حنا جمعية الدفاع مستعدين نمشيو في هذا الاتجاه هذا، وحنا ديجا منذ أن تأسسنا في 2001 وحنا كنشتغلوا لهذا الحق في الصحة، ودرنا خدمات عديدة، ودرنا تقارير على مناطق اللي استطاعوا فيها الإخوان أنهم يخدموا هذا التقرير في مجال الصحة، وحنا مستعدين الآن أننا ننزلوا بثقل في هذا يعني في هذا المجال. لذلك وماشي فقط حنا دابا الآن صدرنا بلاغ غير باش نواجهوا هذه المصحات هذه، بل اننا نساهم في البرنامج الوطني من اجل انقاذ المغاربه. احنا الان كنهيئوا واحد المقترح ديال انه خص الوزراء والبرلمانيين وحتى حنا معاهم كحقوقي باش ما يقولناش حتى واحد كنتزايدوا. حنا مستعدين ناخذوا التلقيح، وحنا الاولى الوزراء ديال الحكومه، اعضاء الحكومه والبرلمانيين باش المغاربه يثقوا، كلهم يثقوا، وتا حنا غنقولوا حنا كنطوعوا تا حنايا باش نكونوا ضمن الزمره الاولانيه. عاد موراهم غادي يكونوا جنود الصف الاول اللي هما الاطباء وجميع انواع القوات المسلحه والقوات العموميه، وزائد كذلك رجال التعليم تاهما لانهم تيخرجوا باش يقريو تاهما يعتبرون جنود الصف الاول. اذا هذا هو الموقف ديال جمعيه الدفاع عن حقوق الانسان بصفتنا كحقوقي، وكنستغل كذلك المعرفه ديالي كمحامي كرجل قانون بخبايا هذا النوع من السلوكات. على ضوء ذلك استاذ، باش نوضحوا للمتتبعين ديال شوف طبيعي حنا في هذا البث المباشر، انه كما قلت الوزاره انت السنه الماضيه عفوا دار ذاك الرقم الاخضر. نعم. شعور القضيه ديال الشيك ضمانه، الان بعض المصحات لو كيتحايلوا كيقول لك اعطيني التسبيق، يعني اخر عادي يجي تيموت بكورونا وكيقول له اعطيني 6 مليون ديال التسبيق. هذا ابتزاز. انا اقول لك هذا ابتزاز. واذا استمر في هذا الفعل فهو يرتكب جريمه امتناع عن تقديم مساعده لشخص في خطر، راه شي كاين في القانون الجنائي ماشي ما كاينش.
ولذلك انا قلت بان السيد رئيس النيابه العامه بامكانه ان يوجه رساله الى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بان يكونوا صارمين وان يقوموا بانشاء رقم جديد لكي يسهل على المواطن بان يتصل باي جهه من النيابه العامه لكي تتدخل في الحين. يعني الان اعتقد بان لا ما كاينش جهه اخرى اللي يمكن انها تواجه هاد المصائب هذه الا النيابه العامه. وحنا الان عندنا النيابه العامه مستقله، ما عندناش النيابه العامه تتنتمي لشي وزير حزبي غادي يبقى يخبي عاود على الناس ديالو ولا على القطاع شي قطاع ديالو ولا شي حاجه. عندنا نيابه عامه مستقله، فمن السهل جدا انا ان يتحرك السيد رئيس النيابه العامه وينبه المسؤولين في النيابه العامه عبر الصعيد الوطني برقم اخضر جديد ويدخلوا فيما يتعلق ب هاد التسبيقات والضغوطات هذه والابتزاز هذا وعدم تقديم مساعدة شخص في خطر. وكذلك هناك اشياء يعني اخرى، هناك اشياء اخرى يمكن ان يتم يعني الاهمال، واخا ما يقولوش اراني الفلوس، واخا بلا حطوا تمايا بلاتي شويه بلاتي يجي فلان الى اخره، ويصيفط له شي واحد بحال شي سمسار يقول له اطلق الفلوس واطلق الفلوس جيب كذا جيب كذا بلا هو ما يديرش، معناه ان هناك مسلكيات. وبالتالي فالنيابه العامه الى ما نزلش الفصل 31 من الدستور وتقول يجب على الجميع احترام بشكل مقدس، احترام بقداسه، احترام بقداسه الحق في الصحه بهذا الشكل هذا، وان تهدد اي مسؤول واي مصحه في ما كانت تخرق هذا الحق هذا سوف يتم تطبيق القانون معه. واخا حنا تنعرفوا انه بعض المصحات الكبيره فيها اشخاص نافدين وذوي الاموال خصها تنبههم بهذا الاجراء هذا، والا راه حتى حاجه ما كاينه. حنا ما بغيناش نعريو بزاف ديال الامور، ولكن حنا كنمشيو في حدود ما هو عام. حنا كنثبتوا بالدستور باش ما يقوليش واحد انا ما كنمشي بحقوق الانسان الاخرى. حنا ما جبناهاش دابا، انا جبنا الدستور وجبنا القانون الجنائي المغربي اللي دارته الدوله المغربيه ملكا وشعبا وحكومه وجميعا. اذا هذا هو التدخل ديالنا في هذه الساعه هذه، وحنا مستعدين في اطار تنفيذ ما جاء في بلاغنا، فنحن نقدم هذا المقترح وهذا التصريح وهذا التوضيح للمواطنين المغاربه. وبغيت نقول له في الاخر ما تخضعوش للابتزاز. حنا جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إما يتصلوا بي أنا شخصيا يعني باش نسجل الخروقات ونتصلوا حتى حنايا، ما عرفتش واش نعطي الرقم ديالي هنا، ولا ربما راه اللي يدخل أدي دي أش في الفيسبوك ولا حاجة غادي يلقى التليفون ديالنا تمايا، راه معروف. شكرا جزيلا. ما سمعتم متابعي قناه شوف تيفي، كنا معكم مباشره من مدينه تطوان في ضيافه الاستاذ الحبيب حجي رئيس جمعيه الدفاع عن حقوق الانسان. طبعا بعد الفضيحه النكراء اللي عرفها قطاع المصحات الخاصه على المستوى الوطني، وكما فجرت شوف تيفي امس موضوع ديال المصحات الخاصه بالدار البيضاء، درنا كاميرا كاشيه او الكاميرا الخفيه ودخلنا مجموعه ديال المصحات اللي تيطالبوا المواطنين اللي تيعانيوا الامرين في زمن كورونا بالاداء ديال 60000 درهم كتسبيق باش يمكن لك تدخل تعالج في المصحه. حنا كنعرفوا انه الحق في الصحه حق دستوري. متابعي قناه شوف تيفي شكرا لكم، كان معكم معتكف مباشره من تطوان، الى اللقاء في مباشر آخر.